الشناوي اتعرض لبعض الانتقادات، لكن لما صد ضربة جزاء شفنا أيمن الكاشف وهو بيديله حقه على القطايف واللطايف. نشوفه. هنشوف الشناوي واحمد خالد، وبيصد الشناوي، بيصد الشناوي. مش بقول لحضراتكم الكلمة الشهيرة، مفيش فريق بطل إلا بحارس بطل. في كل مباراة في آخر أربع لقاءات خمس ركلات جزاء على النادي الأهلي، لكن مفيش فريق بطل إلا حارس بطل. والشناوي بيرد على الكل وبيرد على الجميع في هذا اللقاء زي ما رد في معظم اللقاءات للنادي الأهلي. النهاردة الشناوي أصدقائي بيلعب مباراته رقم 241 مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، وبيلعب مباراته رقم 16 في الدوري، وعنده 10 كلين شيت وهو الرقم الأعلى في بطولة الدوري. يعني كابتن الشناوي صد من كورتوا في ريال مدريد، صد في الهلال، صد من أسوان، صد ضربتين جزاء أعتقد قبل كده في الدوري. ف يعني ده 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 دي ارقام مميزه له في هذا الامر يعني. في المقابل غلط وزعلنا واتحاسبنا وقفلنا. خلينا بقى نشوف كل واحد في حجمه الطبيعي بيعمل ايه. جون لا يقارن، جون كبير، محتاج يحتفظ بتركيزه الدائم لان فرقته محتاجه منه الدور ده دلوقتي. ده كلام مهم جدا. الأهلي في أسوان كان جابر للخواطر. نشوف الزميل سيف زاهر. كيف تعامل مدير فني بإحساس الجمهور؟ كولر النهارده أخذ مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد المباراة، هو مشجع من نادي أسوان بعد المباراة اسمه عبد الله. عبد الله ده كان نفسه يتصور مع اللعيبة، فكولر كان واقف بره فسالهم، قال لهم نفسه في ايه؟ قالوا له يتصور مع اللعيبه. قال لهم هاتوه، هيتصور مع اللعيبه كلهم. ودخل للعيبه تقريبا عملوا له حفله صغيره. على فكره دي مش لقطه ولا صوره ولا في دماغهم حاجه ولا عايزين حاجه ولا اي حاجه خالص، هي حاجه كده. والكابتن سيد عبد الحفيظ ماسك البيتزا وبيديها للراجل، وعبد القادر الراجل ما تصورش مع واحد، الراجل تصور مع كل لعيبه الاهلي وعملوا له احتفال عالمي. عملوا له احتفال عالمي من غير ما يعرفوا اصل ده مين او ابن مين او ايه قصه او مين هيتصور. انت مش جاي في لقطه سعاده، احنا ابطالها. انت عايز لقطه عايز تفرح، احنا نفرحك ونعمل عيد ميلادك ونحتفل ونهيص، بس بشرط انك تضحك. احنا في جبر الخواطر ابطال العالم. يعني دي لقطة جبناها وقلنا رأينا، لكن رأي الكابتن سيف طبعا بدأها بحماس شديد جدا. تعالوا شوفوا بتاعنا. قال جملة حلوة، احنا في جبر الخواطر احنا أبطالها. احنا أبطالها. يعني يا رب نفضل كلنا من جبير الخواطر. النادي الأهلي بيؤدي دوره الإنساني والمجتمعي كما ينبغي، وربنا يعني يدينا على قد أعمالنا وعلى قد اجتهاد هذا الفريق، ويكون مصدر للبهجة وسعادة مثل هذا الطفل اللي محتاج هذه الجرعة من السعادة. ده كلام مهم جدا في رحلة كانت مهمة جدا. الأهلي أسعد فيها الملايين من جماهيره في الصعيد. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف تفاصيل فنية في هذه الرحلة. خافش على الأهلي. الأهلي في مواجهة سان داونز. ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا،